تعالى نفتح نتفرج بس. لا مش عايز اتفرج على ده، عايز اتفرج على ده واحده واحده كده. طب انا يا جماعه عايز اعمل ايه قبل اي حاجه؟ علشان انا دايما بنسى الموضوع ده. خلي بالك من النقطه دي، في حاجات في الاندرويد عشان تعملها محتاج تاخد بيرميشنز. الويندوز يا جماعه غير اليونكس واللينكس. احنا قلنا الاندرويد ده مبني على ايه؟ لينكس. على لينكس صح. الويندوز بيعمل ايه؟ يفتح لك كل حاجه واللي انت مش عايزه تقفله. يعني في حاجه اسمها البورز في الويندوز، لو انتوا شغالين اس بي دوت نت اوتوماتيك، لو انتوا شغالين سواء اي اس اكسبريس او شغالين اي على الاي اس نفسه او اي حاجه، هتلاقيه بيفتح لك بورد رقم في الويندوز. ففي عندك اكتر من 60,000 رقم، هو بيفتح لك كله واللي انت مش عايزه تقفله. لكن انت في شقه كبيره وكلها ايه؟ ابواب مفتوحه. اليونكس لا، تيجي تلاقي ال 50,000 باب دول ايه؟ مقفولين، واللي انت عايز تفتحه ايه؟ افتحه. فكل واحد ليه سياسته. فهنا هنا سياسه الايه؟ الابواب المغلقه اللي انت لازم تفتحها. فمثلا انا عايز ادخل على ايه؟ اتعامل مع الانترنت، ما انت هتجيب ازاي من قاعده وبتاع. فتروح في المانيفست تحط كده السطر اللطيف ده يوزز بيرميشن، وتقول له البرميشن اللي انت عايزها. تعال نجرب مثلا في حاجه ثانيه، اوريك مثال ثاني. فمثلا يوزز بيرميشن، هتستخدم شوف كل الحاجات دي ممكن ياخد عليها بيرميشن. فمثلا منها ان انا عايز اتعامل مع اللوكيشن، عايز اجيب اللوكيشن، عايز انا مع الجي بي اس واجيب لوكيشن مثلا. خلاص. منها ان انا عايز اعرف النتورك، متصل بالنت انترنت مثلا ولا لا. منها ان انا اقدر اتعامل مع الكونتاكتس واقراها واكتب فيها ولا لا. مثلا فين اتعامل مع البلوتوث ولا لا، اقدر ان انا اتصل بالتليفون ولا لا، افتح الكاميرا ولا لا. بصوا هنا اتعامل مع الفيديو ولا لا. خلاص. خلي بالك انت الموضوع ده عم يعمل مشكله عويصه مع الناس. فين هل من حقه الابلكيشن ينستول باكجز، ينستول هو حاجات، ولا مش من حقه هو ينستول؟ خلاص. هل يقرا الكالندر ولا ما يقراش؟ هل يقرا الكونتاكتس ولا ما يقراش؟ خلاص. الكلام ده مهم جدا يا جماعه. يبقى احنا اول حاجه ان انت لازم ايه تقول انا من حقي ان انا اتعامل مع الايه؟ الانترنت. علشان كده لما تيجي تعمل انستليشن وبتنزل حاجه من الستور، يجي يقول لك الاول ايه؟ خلي بالك البرنامج ده هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا، موافق ولا مش موافق؟ فمعنى كده ان يقول لك خلي بالك البرنامج ده هيتعامل مع الانترنت، موافق؟ ده قبل ما يعمل انستليشن اليوزر. فاهمين الفكره؟ طيب خلاص. يبقى احنا اول حاجه ما عملنا البرميشن عشان هتعامل مع النت، ادي واحده. بعدين الشاشة الرئيسية، أنا عندي شاشتين، تعال أفرجك كده عليهم سريعا. أنا عندي شاشة اسمها Activity Main، ما فيهاش حاجة جديدة، عبارة عن ليستة إيه؟ ليست فيو أهي. طبعا حضرتك على بس 21 عشان الإيرور اللي عندي. كله شايف؟ استاذ الحاجات اللي مش شايف وقف، يعني لازم الكلام ده تشوفه. هذا الدكتور الحاجات اللي يعني في حاجات في الاندرويد لازم نستخدمها اللي هي البرميشن. لا في حاجات، اي حاجه مش طبيعيه، اي حاجه مش من مش ضمن الريسورس بتاعت الابلكيشن نفسه، عايز تتعامل مع السيستم بالكامل. عشان تتعامل مع السيستم لازم السيستم يفتح لك. انا عايز اقرا الكونتاكتس، هو ده البرنامج بتاعي اصلا ما فيهوش الكونتاكتس على التليفون. لازم السيستم، لازم الويندوز، لازم اللينكس يفتح لك ان انت ايه؟ تشوف الكونتنت، يدخلك على النت، يخليك تقدر تكتب، يخليك تقدر مش عارف وهكذا. فدي مهمه جدا. فانا عامل ايه يا جماعه؟ عامل لسته. خلاص؟ وعملت زرار، الزرار ده فايدته بعدين. اهم حاجه ان انا عامل لسته. اللسته دي يفترض ان هجيب بقى منين؟ من قاعده البيانات. هجيب جدول فيه شويه، هجيب شويه روز اللي في الجدول وراح عارضهم هنا. باين الكلام؟ مفيش حاجة إيه عبقرية أوي يعني. ماشي. وعامل شاشة تانية. لوجن.
يوزر نيم وباسورد ادي عامل يوزر لوجن. لو انت اتعلمتها في واحده هتعملها في الثانيه هتعملها في الثالثه. يعني لو عملتها لك هنا وريتها لك هنا ازاي تعرض من الليسته هتعمل انت اللوجن. ما خلاص هي نفس الفكره نفس الطريقه هتوصل من قاعده وتجيبه. بس خلي بالك بس من الالوان هنا بالمره ساعات انا بحب ادي كده نوت خارجيه هتلاقي ده ايه ده ده مش تكست يا جماعه. تعالى كده نروح للتكست عشان دي ما قلناهاش قبل كده. في هنا حاجه اسمها هند. فين فين يا سيدي؟ اهي بص اهي ده مش تكست ده هند. ايه الفرق بين التكست والهند؟ احيانا دي تقف وعندك الاندرويد اول ما تقف على التكست المكتوب تلاقيه راح. بدل لما تيجي تقول ده يوزر نيم وتدي له تكست بوكس تشيل كلمه يوزر نيم وتحطها كهند. في الاول اكتب ان ده هنا اليوزر نيم تقف عليه خلاص تتشال. فاهمين يا جماعه؟ شفناها دي معروفه دي وموجوده كمان في الايجاكس كنترولز موجوده عندك هتلاقي هنتات برضه. انا ما قلتش حاجه عبقريه بتاخده ايجاكس كنترولز صح كده؟ زي ده هتلاقي الايجاكس كنترولز فيها نفس الفكره هي ما فيهاش حاجه عبقريه. ماشي يا جماعه ده الهنت. والهنت ده انا ممكن ادي له ايه؟ ممكن ادي له لون فبيسميه ايه؟ ادي الكالر هنت. هو هنا زي ايه برضه؟ المفروض هنا في كالر هنت كالر اهي تكست كالر هنت اديته هنا لون معين براحتي. هنا مثلا عايز اوريك حاجه جديده ان انا ممكن ادي اللون بطريقه ثانيه فممكن اقول له ايه مثلا؟ اد كالر واشيل دي خالص واعمل كده وبعدين اعمل ايه؟ كنترول سبيس يجيب لي اللي في السيستم عنده اختار منهم واحد وحطه خلاص. بس انا عايز الوان يا جدعان عاديه يعني ريد وبلو مش عارف ايه الالوان دي انا هجربها انا لسه ما اعرفش بتعمل ايه الالوان دي. فاهمين قصدي؟ عايز استخدمها بتاعت السيستم اللي عنده. طب انا عايز احط مجموعه الوان اللي هي الريد والبلو وبتاع مش عايز اكتبها بالطريقه دي مثلا فرضا ما هي سهله بالطريقه دي ان احنا عارفين تكتب اي حاجه وبعدين تدخل من هنا وتغير. نفترض ان انا برضه مش عايز كده ممكن اعمل ايه؟ ممكن عشان هتشوفوها في حاجات كتير في الفاليوز فولدر تعمل فايل اكس ام ال اسمه كلر وتحط الكالرز اللي انت عايزها. فتيجي تقول والله ان البلو هو اللي لونه كذا والريد هو اللي لونه كذا. فبدل ما تدي له دي تدي له ايه؟ تدي له بتاع نفسه. فهروح هنا اشيل بقى الكالر واقول له ايه؟ طب خلاص انا كان عندي هنا مثلا ايه؟ بلو كنت كاتبها حتى غلط عشان تعرف ان هي مش من السيستم يعني انا اللي كاتبها غلط. فاهمين يا جماعه الفكره؟ ما فيش حاجه انا بس دي حاجه كده نوت جانبيه الهنت والكالر خلاص. كلام عظيم الكلام ده عظيم. طيب مفروض ان هو عظيم. لو انت رحت اكتيفيتي مين ده فين الاكتيفيتي مين ادي المين اكتيفيتي اهي طبعا هنشوف اكواد دلوقتي للركب. طيب قبل ما نشوف بقى اكواد للركب وبتاع كل ده امبورتات وبتاع مالهاش لازمه هاندلر طبعا ليه الهاندلر عشان هشتغل فين؟ في الباك جراوند صح؟ عشان كده عند الهاندلر. طيب الهاندلر ليش يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. دلوقتي انت عندك كذا ثريد، ثريد بتاعت اليوزر انترفيس وعندك ثريد ثانية صح؟ احنا قلنا الحاجة الطويلة هتتعمل في الثريد الثانية، في لحظة من اللحظات عايز تلعب بقى في اليوزر انترفيس، عايز تطلع النتيجة في اليوزر انترفيس، ما ينفعش أي ثريد بخلاف ثريد المين هي اللي تتحكم في اليوزر انترفيس. طب وبعدين لازم الريزلت اللي جايه من الثريد دي تتبعت للثريد الرئيسيه بتاعت اليوزر انترفيس والثريد الرئيسيه هي اللي تكتب. طب هعمل الحركه دي ازاي؟ من خلال ان الثريد الثانيه تبعت للثريد الرئيسيه تبعت لها من حاجه اسمها ايه؟ الهاندلر. فالهاندلر وظيفته كلها ايه؟ ياخد من اي ثريد ثانيه للثريد الايه؟ الرئيسيه وهو يعمل الشغل المطلوب في اليوزر انترفيس. هو يعني هو المسؤول عن الايه؟ الثريد الرئيسيه. ماشي يا جماعه؟ طيب هنا برضو في كنترول جديد. احنا شفنا قبل كده اللي هي 10% 20% 30%. الحقيقه انا كنت عايز اوريك ان انت تقدر تكستمايز اللي انت عايزه، تقدر تطلع الشكل اللي انت عايزه. لكن احيانا لو انت عندك حاجه بسيطه عايز تعمل مثلا عارف ان هي بتاعت لودنج دي مثلا او اي حاجه، حاجه بسيطه حاجه عبيطه مش لازم اعمل بقى اكتيفيتي والف وبتاع. فممكن اعمل ايه؟ بص ده كنترول سهل وبسيط يعني. قلت له ايه؟ عرفت بروجريس دايالوج. اديته ايه؟ اوبجكت سميته الفي دايالوج. خلاص؟ هيطلع فين؟ هيطلع في الاكتيفيتي الحاليه. لما يجي يعرض ايه؟
بليز ويت، انا خلص يعرف بليز ويت خلاص خلاص يبقى. لغايه دلوقتي هو مش هيطلع، امر انه يطلع في امرين، في امر انه يطلع وفي امر انه يروح. لو نزلت تحت انا عامل تو مسجز، عامل تو مسجز، واحد بيقول له شو والثاني بيقول له ايه ديسمس. ديسمس لما تقول مثلا مثلا ايه كلاس ديسمسد، ممكن انت في الفصل او المدرس او بتاع ممكن اقول لك ايه كلاس ديسمسد يعني ايه امشوا خلاص خلصنا بقى امشوا. ديسمس يعني انصرف امشي يعني خلاص. فشو اطلع، ديسمس يعني ايه انصرف. خلي بالك ان انا قبل ما اعمل الشغل يعني دي الامر ده ما فيهوش اي مشكله. ليه؟ انا قبل ما ابتدي اروح من الداتا بيس وبتاع وانس انا هضغط على الزرار او وانس ان انا هبتدي في البروسيس اروح منادي على الشو ديالوج، انا لسه ما دخلتش في السيره الثانيه ولا حاجه. لكن المشكله تيجي عندي فين؟ هنا، لان الهايد ده هيحصل امتى؟ لما السريد الثانيه تخلص. بس السريد الثانيه مش هتقدر تنادي على الامر ده، فاكيد الامر ده مين اللي هينادي عليه يا جماعه؟ الهاندلر. حدش فاهم ولا تاني. انت عندك ان انت تقول له اعرض وروح. نعم. العرض ما فيهوش مشكله لان انت اول ما تبتدي في الشغل ضغط الزرار قبل ما تبتدي تكاري السريد الثانيه هتقول له اعرض مش مشكله. لكن في الديسمس في مشكله، لان الديسمس المفروض يحصل امتى؟ لما السريد الثانيه دي من قاعده البيانات. خلاص؟ طيب بما ان السريد الثانيه هي اللي المفروض تعمل الحركه انت مش هتعرف، لان هي مش من حقها ان تتحكم في اليوزر انترفيس، ومن ثم تباصي الامر المطلوب ده تباصي لمين؟ للهاندلر. بانت ماشي عظيم. نرجع بقى فوق. لو طلع انا عايز اوريك بس شويه حاجه، عايز اوريك قبل ما نبتدي اي حاجه. خلي بالك اللي حاصل هنا التالي، شوف بقى دي اللي حاصل هنا يا جماعه التالي، ان انا هبعت يو ار ال معين. حلو. اليو ار ال ده لو انت بصيت في امر select asterisk from a user details، ايه اليوزر ديتيلز ده؟ جدول. فبعت الكويري كلها لايه؟ لصفحه. دي ايه يا جماعه؟ صفحه عاديه زي ما انتوا بتدرسوها مع استاذ حافظ اس بي اكس. خلاص؟ بعت لها الكويري، يفترض ان هي ترجع لي ايه؟ ريزلت. يبقى دلوقتي انت عندك عايز تعمل حاجتين، عايز الثريد الثانيه تاخد منك يو ار ال، فتروح رايحه فاتحه الصفحه، صفحه دي من قاعه البيانات ترجع لك ريزلت، الريزلت ترجع بفورمات اسمه الجيسون. ماشي يا جماعه؟ بفورمات اسمه جيسون. المفروض انت بقى تاخد الجيسون ده الريزلت دي وتبتدي بقى تنقحها وتفهم ايه المطلوب منها وتعرضها في الليست فيها. ده الشغل اللي احنا هنعمله. طيب الاب قبل اي حاجه تعالى كده ايه ده؟ اسمه ايه؟ restabi.somi.com/connect-sbx. ايه ده؟ بص بقى. تعالى بقى ايه؟ نقول بسم الله ونبتدي. ده الناحية التانية بقى ايه؟ الناحية التانية من القصة. الناحية التانية من القصة. ادي سومي، سومي ده بيمكنك انك تعمل هوستنج لصفحات asp.net وتعمل هوستنج لقاعدة بيانات SQL سيرفر. انا محتاجه ليه عشان اوصل للاندرويد دي؟ انا هيقرا ازاي مقاعد بيانات؟ ما ينفعش اعمله هنا عندي. ليه؟ لانه هيتوصل من خلال الانترنت، يعني انا موصل بالنت. فلو هعمله عندي لازم يكون جهازي واخد ستاتيك اي بي على الانترنت عشان يقدر يعمل هوست للسايتس، صح؟ فهروح انا خلاص عامل ريجستريشن ده فور فري. طبعا لو انت واخد يعني لو انت دافع ليك حاجات تانية كتير تقدر تعملها، تقدر مش عارف ليك اس ام اسات وليك ليك حاجة دنيا يعني. بس انا بس علشان الديمو عملت ريجستريشن فيه. هدخل على الكنترول بانل بتاعتي. الكنترول بانل دي هتمكني ان انا ارفع قاعدة البيانات، ادي واحدة تمكني ان انا ارفع صفحات الاي اس بي اكس. ماشي؟ كل موضوع ان انا عايز اعمل الصفحة احط الصفحة اوريك الصفحة اللي انا بقى ايه؟ بتصل بيها. ووريك قاعدة البيانات اللي الصفحة بتتصل بيها. البطء التنين ده. ايه فتح اهو. بص بقى انا عامل ايه؟ عامل ويب سايت اللي هو restabi.somi.com اللي انت لو جيت هنا اهي restabi.somi.com هو بيروح ليها اهو. بيروح لهنا.
الصفحه بتاعتي اسمها هنا كده، الموقع اسمه كده. لو انا رحت فتحت قلت له ايه طب افتح لي الويب سايت ده، خلاص هيجي يقول لك ايه خلي الاي بي ادريس اهو، وممكن تدخل منه ده لو انت عايز اف تي بي علشان تنقل صفحات، لو انت هتشتغل بالاف تي بي، او لو انت عايز تدخل على الصفحه الموقع تدخل من هنا او من هنا. خلي بالك لو انا رحت عليه بشكل مباشر في الاوبن مفيش حاجه. ليه؟ لان لازم اديله ايه صفحه، وانا مش محدد له مش عامل اندكس او ديفولت او كده عشان ما يروحش الحاجه. طيب وفي هنا حاجه اسمها الفايل مانجر، هنا بقى رافع الصفحات بتاعتي، هتلاقي من ضمنها صفحه اسمها ايه كونكت بالكود بيهايند، وصفحه اسمها لوجن بالكود بيهايند، والصفحه المهمه بتاعت الويب دوت كونفج. الويب دوت كونفج من اهم الحاجات اللي بنحددها فيه الايه الكونكشن سترينج ده الصح. ما تحطش الكونكشن سترينج في كل صفحه، هاجي في اللجنه هسقطك. ليه؟ لان انت معنى كده ان انت لو انت غيرت قاعده البيانات هتغيرها في كل صفحه، يبقى مني لو نجحت يعني ما خلاص. ادي كونكشن سترينج، قلت له اد نيو، ادي كون سميتها انا كون سترينج، وادي كونكشن سترينج. بيشاور على ايه بقى؟ بيشاور على قاعده البيانات اللي هو مكريتها لي فين؟ في الموقع. طب انا دي يعني انا بنجم يعني جبتها منين دي؟ ما بنجمش ولا حاجه. انا عملت هنا يا جماعه قاعده بيانات الداتا بيز اهي، عملت قاعده بيانات وهو اداك الايه يا عم؟ الايه؟ اداك الكونكشن سترينج. فتاخد الكونكشن سترينج ده وتحطه فين؟ في الويب دوت كونفج. خلاص؟ وتشاور عليه منين بقى؟ من الصفحات بتاعتك. طبعا تفترض ان انت عندك نسخه من ده عندك على الفيجوال ستوديو بتاعك، ولما بتخلص بتروح رافع الصفحات. ترفع ازاي؟ في هنا حاجه اسمها ابلود، ابلود وبتقول له جوز كذا وكذا وكذا وكذا، وتقعد ترفع صفحه صفحه. خلص الخمسه دول ارفع الخمسه اللي بعديهم وهكذا يعني. فانا مثلا لو انا فتحت البروجكت ده عندي فاهمين يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ الناس فاهمه؟ شوف انا بربط لك الدنيا ايه دلوقتي كلها، انت وصلت لمرحله بتربط الشرق بالغرب، انت بتربط الاندرويد بالاي سي بي دوت نت. فانت خلي بالك يعني. طيب قبل ما يقوم هفتح فيجوال ستوديو، وتعالى برضه اوريك حاجه كمان، وهفتح السيكوال سيرفر. هفتح لك المكان خلينا نخلص. حلو كده انا عدت خلاص سينس دلوقتي الاندرويد، انا بظبط الايه؟ بظبط الشغل اللي ورا الاول. عايز اظبط قاعده البيانات، عايز اظبط الصفحه اللي انا هبعت لها وباصلها، وعايز اتاكد ان هي بترجع جيسون. اظبط الفريم ورك ده، ابتدي ان انا ايه؟ ابعت الريكوست بالبارامتر وايه واتاكد ان انا بعرف استقبل منه الجيسون بتاعي، وابتدي بقى اشوف الجيسون ده هتعامل معاه ازاي؟ ده من وجهه نظر الايه؟ الاندرويد بقى. النهارده خد الديموز، خلاص انا وصلت القناعه ان انتم محتاجين الديموز بتاعتي، خدوها وربنا معاكم. بص بقى يا سيدي، الكلام ده انا ما الفتوش في الصفحه اللي انا وريتها لك بتاعت الداتا بيز، هو قال لك السيرفر نيم اسمه كذا واللوجن كذا والباسورد كذا، خدتهم وحطيتهم فين؟ في السيكوال فين عندي؟ انا كده متوصل بيه. بس طبعا هو بطيء. ايوه انا كده متوصل بالكنترول، بس انا كده مش متوصل على جهازي، انا متوصل بايه؟ بالنت. بس هو ايه بطيء يعني رهيب. اللي بقى يفتح براحته وادخل انا على ايه؟ على السايت بتاعي. السايت ده ايه لوكال، ده مش اللي هناك. انا بس بظبط صفحاتي وبعدين بروح رافع. خلي بالك ان انت لو رحت هنا ما تنساش ان انت في البن
تحط الفايل اللي اسمه نيوتن سوفت جيسون دي ال ال، ويعني الحاجات دي ال ال دي ترفعها برضه، ما تنساش ان انت في البيم ترفع الثلاثه دي ال، ده اللي يقدر يخليك تتعامل مع الايه؟ مع الجيسون، لان انت عايزه يرجع لك الريزلت سيت دي من داتا سيت، فتحول الداتا سيت لايه؟ لجيسون، لان الاندرويد مش هيفهم الداتا سيت، يفهم الجيسون، يفهم الجيسون والاكس ام ال دي ال دي، فانا حولت الجيسون، فاضطريت ان انا احط دي عشان احول الجيسون. فاهمين يا جماعه الفكره؟ خلاص ادي دي نقطه، ما تنساش انك ترفع في البان الدي ال الز اللي انت عايزها. هنا في الاب كود حاطط حاجه اسمها دي بي كونكت، مش محتاج دول، حاجه اسمها في هنا كلاس اسمه دي بي كونكت. دي بي كونكت ده ملوش اي لازمه، لو انت فتحت الدي بي كونكت كل الموضوع ان هيديك اوبجكت من الكونكشن سترينج، خلاص. وبعدين خلي بالك ده ستاتيك، فاقدر ان انا انادي عليه في اي وقت في اي صفحه من الصفحات، يعني مثلا صفحه اللوجن مثلا سي، اقدر اقول له ايه دي بي كونكت دوت جيت الكونكشن، بدل ما اقول سيكوال المفروض ايه سيكوال دي بي كونكشن بيكون بيساوي مثلا نيو كذا، وبعدين تديله السترنج بالكامل، او بدل ما تعملها في كل صفحه، فانا ممكن ان انت اساسا كل صفحه تقرا من الويب دوت كونفيج، ده حل. انا خليت صفحه واحده، خليت كلاس واحد يقرا من دي بي من الويب دوت كونفيج، وبعدين لقيت صفحات بتقرا من الكلاس نفسه، هي هي انا ده بالنسبه لي كان لطيف يعني. خلاص اليوزنج ده يفترض ان انتوا فاهمين يعني ايه يوزنج، لو حد سالك ايه اليوزنج دي يا جدعان؟ امبورت. يوزنج دي امبورت، اليوزنج دي ايه بقى؟ ايه دي معناها ان لما دي تتقفل اي ريسورسز مستخدمه هنا تروح الجاربج كولكتور يشيلها. السلام ورحمة الله. طبعا كده احنا ايه قلبت. طيب احيانا انت بتعمل في حاجه اسمها كليننج اكشنز، يعني ايه؟ انت بتعمل شويه حاجات حلو، اوبجكتس عملت كريتها وبتاع، في الاخر في الاخر يفترض ان انت في الديستراكتور ان انت وانت بتقفل بتعمل شويه حاجات، منها ان كل الاوبجكتس اللي ملهاش لازمه اللي فاتحه في الميموري لازم تشيلها علشان ما تقفلش الميموري بتاعت الجهاز. فاهم الفكره؟ ده حل. في حل تاني بدل لما تقعد تكتب الاكواد دي، يقول لك حط الاكواد بتاعتك في يوزنج، وانس ان انت قفلت اليوزنج كل اللي انت حاطه هنا ايه؟ قفل. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين يوزنج دي معناها ايه؟ خلاص انت مش محتاج حاجه، انت كل اللي انت محتاجه ان انت تحط عندك الكلاس اللي انا جايبه من النت الاس بي اكس والاس بي اكس اس. ده بيعمل ايه الكلاس السعيد ده؟ بص بقى بيعمل ايه؟ هياخد منك كويري سترينج، ده الكويري اللي انت بتكتبه، كويري اللي انت بتكتبه حلو. هيعمل ايه بقى بالكويري ده؟ خلاص هيروح مستخدمه في انه يعمل بيه ايه؟ سيكويل كوماند، هياخده هنا فيحطه في السي وادي الكونكشن سترينج. خلاص فهياخد الكويري هيبعته للسيكويل سيرفر. لغايه دلوقتي انت ممكن هو ايه بقى فايده اللي انت جايبه من النت؟ ان هو كمان بيرجع الريزلت سيت بيحولها لايه؟ للجيسون باستخدام الديل الات اللي احنا ايه؟ حاطينها في البن. فهو ده ميزه الميثود دي، مش ان هو بيجيب من قاعده البيانات، لا ان هو اللي بيجيبه بيحوله لايه؟ لجيسون. فاقول لك ايه ريسبونس دوت رايت سيريلايز. سيريلايز يعني ايه؟ يعني حول اللي انت عندك للجيسون. في حاجه اسمها دي سيريلايز، يعني رجع الجيسون لاوبجكتس. يعني ايه الكلام ده؟ افترض ان انت عندك جدول يوزرز، عشان لو شفت الكلام ده او حد سالك في الانترفيو يعني اهو، نفترض ان انا عندي جدول يا جماعه كده، ده جدول يوزرز حلو، في اي دي وفي مثلا اليوزر نيم وفي الباسورد، خلاص، وادي رو 1 2 3 وهكذا. عظيم الكلام. ادي الداتا اهي، لما احولها لجيسون يبقى انا كده بعمل ايه؟ سيريلايزيشن. خلاص احيانا انا عندي الجيسون وهعمل في البرنامج بتاعي هعمل كلاس، هعمل كلاس، الكلاس هسميه يوزر، واعرف جواه الاي دي واليوزر نيم والباسورد. عامل كلاس يا جماعه حلو.
من الكلاس ده ابتدي اعرف الري اسمه مثلا يوزرز، عباره عن مجموعه من الايه، من الاوبجكتس بتاعت من اليوزر ده. حلو، واخد الجيسون ده واعمل له دي سيرياليزيشن، فيبقى وظيفه الدي سيرياليزيشن تحول لك ده لايه، لمجموعه من الاوبجكتس او من الايه، من الكلاس اللي اسمه ايه يوزر ده، تتعامل معها بقى في الجافا او في السي شارب او يبقى سيرياليزيشن انت تاخد الجدول الداتا بتاعتك، او لو كانت ايفن حتى في هيئه كلاس تعملها سيرياليزيشن، تطلع بالاكس ام ال او تطلع بالايه الجيسون. دي سيرياليزيشن هاخد الداتا دي وارجعها ايه، مجموعه من الاوبجكتس من ايه، من كلاس معين. يعني لو سمعتها يبقى انت عارف احنا بنتكلم في ايه. ماشي خلاص، يبقى دي اسيتز يا جماعه، انا ما عملتش فيها حاجه. يبقى انا عملت كل اللي انا عملته، عملت صفحه اسمها كونكت، وظيفتها تاخد الكويري من الجدع ده كايه، ايه اسمها ايه، خليك هناك لازم تلتزم باللي هو عامله او تغيره. هو عامل حاجه اسمها كويري، يبقى الكويري سترنج اسمه كويري، يبقى كويري يساوي وتكتب الايه الكويري بتاعك. طبعا كان ده هبل، بس خلينا دلوقتي ايه نشوف، عايزين نجرب. هو اسمه ايه يا جماعه، ايه ريست اهو، مثلا ادي ريست اي بي اي سومي دوت كوم، هوديه صفحه اسمها ايه كونكت اس بي اكس، وياخد الكويري سترينج اسمها ايه كويري يساوي، وانا بقى احط انا بقى ايه اللي انا عايزه، سيلكت استريكس فروم يوزر، انا عايزه بقى الجيسون تقول عليه بقى ده، هو ده الجيسون يا جماعه، ده مش اكس ام ال، لو طلع شكله مختلف شويه. هنا في كذا نقطه، خلي بالك اول حاجه ان سيلكت استريكس فروم يوزر ديتيلز شكلها اتغير، حد واخد باله؟ طيب ده بنسميها يو ار ال انكودنج. لو انت اديت له سيلكت مسافه استريكس مسافه يوزر ديتيلز بعتها من الاندرويد هيضرب، لازم تبعت له ايه بالمنظر ده. طب يعني ايه، يعني على الاول انفذها هنا بعدين تاخد ده تروح حطه هناك، ده حل، بس حل غبي. في حل تاني تقول مثلا يو ار ال انكودنج اونلاين، انا عايز ايه سيلكت استريكس فروم الجدول اللي اسمه مثلا ايه يوزر ديتيلز، واقول له ايه انكود، تروح واخد ده وهو ده اللي تحطه فين في اليو ار ال كنصا في الاندرويد، ده حل اذكى. بس ده مش حل بتاع ديفلوبرز، حل الديفلوبر تعمل ايه، انك تاخد السلكتايه وتوديها الميثود، الميثود ترجع لك الايه ده من غير ما كل مره هتروح رايح النت، انت تعمل الكلاس ده تعمل الميثود دي فين في الاندرويد، تدي له السلكت كذا كذا هو يرجع لك دي وتنفذه. فاهمين احنا بنتكلم فيه، انا واحد واحد عمال اطلع. دي حاجه، الحاجه الثانيه يعني انا عايز اتفرج عليها، انا مش فاهمها، مش فاهم الكلام ده. طب انت في هنا ممكن تقول له جيسون مثلا فيور او فورماتر، فيور او فورماتر، انا خدت مثلا ده، اختار اللي انت عايز، تلاقي مليون حاجه يظبط لك كده الشكل تفهم يعني دي عباره عن ايه. ما ضغطتش بقى، لا ضغطت والله يا ابني، عملت بيست خلاص، قلت له انا طب اعمل لي بس كده فورمات اتفرج كده باينت شويه. ده اوبجكت يا جماعه، الاقواس المربعه ده كله على بعض هو ده الاوبجكت بتاع الجيسون، يعني ده اللي هيجي لي بالاخر، ده اللي هيستقبله الاندرويد كسترينج. بس هو انا عايزه يفهمه ازاي، انا عايزه يفهم ان ده اوبجكت، الاوبجكت ده جواه اي، الاوبجكت ده جواه اري، في الحاله بتاعتي دي الاوبجكت جواه هنا ايه اري، اري فيه كام اليمنت، 1 2 3 4 5، هما دول ايه الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم، ده الفيلدات اللي موجوده في الجدول اسمه يوزر ديتيل صح. فمحتاج ان انا اعمل كلاس فين في الاندرويد، سميه اي حاجه بس افترض ان هو اليوزر يعني او اليوزر ديتيلز، يبقى فيهم الاي دي والفيرست نيم واللاست واليوزر والباسورد. ليه؟ عشان اقول له اعمل لي ايه دي سيرياليزيشن ورجع لي الجيسون ده، حوله لي الليسته من مين،
من الاوبجكت بتاع اليوزر ديتيلز. وقعتوا مني اقولها تاني. مش احنا قلنا في حاجه اسمها الديسيرياليزيشن؟ يعني ايه؟ اخد السترينج بتاع الجيسون واحوله لاري من الاوبجكت. طب اصلا ما عنديش الاوبجكت، يبقى روح هناك يا حبيبي اعمل ايه؟ كلاس. اعمل كلاس للاوبجكت ده في الاندرويد. في الاندرويد اتزنقت خلاص انا يا عم مزنوق بقى، مش فاهم انت عايز ايه. طيب يعني هعمل الكلاس ده ازاي؟ ماشي يا عم، ممكن تيجي هنا تقول له جيسون تو جافا اونلاين. بيدلعكوا جامد قوي دلوقتي، ما كانش على اي من الحاجات دي خالص خالص، كنا بنتظبط تظبيط. مثلا هتبيست هنا ادي الجيسون، هتسميه ايه يا عم؟ سميه اي حاجه، تست سبميت. اه يا سيدي الله. اه يا عم مش عارف الناس تعمل لك اكتر من كده، مش عارف طبعا ملهاش لازمه يعني. اصل انت خلي بالك انا كان مطلوب مني ايه بس؟ ان انا احط دول بس، بس بعدين اقول له ايه؟ الت انسرت كونستراكتور، هعمل لك الكونستراكتور. الت انسرت سيترز وجيترز، يعني مش محتاج دي يعني اصلا، بس انا بوريك يعني قمه الدلع اللي انتوا فيه. ماشي؟ طيب خلاص احنا طبعا شفنا المنظر، بس تاني من الظريف ان يكون دايما الفورمات قدامنا برضه. خلينا جيسون، انا مرات عملنا فيور، تخليه المره دي فورماتر. هي هتلاقي هي هي ويجيب لك حاجات برضه شبيهه يعني. ادي فورماتر وفاليديتور مثلا. اوكي شوف هو حوله ازاي؟ اوتوماتيك. ظبط اهو قدامك، فانت فاهم ايه المعروض. اي اسئله لغايه دلوقتي؟ في اي اسئله؟ يا جدعان فاهمين؟ طيب ده نص الرحله. انا كده يا جماعه عملت اللي عليا في النص الاولاني. تعالى بقى استقبل الكلام الحلو ده. هاجي هنا طبعا خلاص، ده ايه ده البتاع ده؟ انت مش محتاجين متهيألي حاجه هنا خلاص في الفيجوال ستوديو، ممكن نقفل. اه قبل ما نقفل تعالى هنا، قبل ما نروح للاندرويد داتا بيز، اهي يا جماعه نفتحها. خلي بالك انا مش محتاج منك اكتر من تكون فاهم الصوره العامه دي، هيك شويه حاجات انت بتحطها بتشتغل، انا بس عايزك تكون فاهم. اه ده كذا، وبعدين عندي كلاس لو انا عايز اغير فيها اروح اعمل كذا فيشتغل. ده اللي انا عايز اوصله يعني، توصله. افهم افهم، طول ما انت فاهم الدنيا مهما كانت كبيره سهله. بطيء، خليه بقى يفتح براحته. انا كنت عايز بس افرجك على الجدول وافرجك على حاجه كمان تانية، بس خلي لما ايه يفوق، وخلي برضو دي عشان هنحتاج نغير فيه. خلي بالك انا مقدر اغير بقى هنا اللي انا عايزه يعني، انا خلي بالك هو بيستقبل منك ايه؟ كويري كامل طبعا، مفيش احلى من كده. لا طبعا الكلام ده لو انت عملته هتسقط، بس يعني واحده واحده. إيه تسقط ليه بقى؟ حد يقول لي لو انت عملت كده في الفاينل في البروجكت هتسقط. وير مثلا اليوزر نيم يساوي ام اند باسورد يساوي يوزر نيم يساوي بيشتغل مفيش اي مشاكل. طيب هتسقط ليه؟
لان انت بعت الكويري هنا اي معنى كده ان انا ممكن اعمل كده صح يوزر ديتيلز ويبقى انت رحت في الويب ويا سلام بقى لو مش دريت وعملت دروب يبقى عليه الله على رأي عن المصريين الله عليك يا حبيب والدك دروب يوزر ديتيلز وراح ويا سلام بقى احلى واحلى لو انا عملت دروب للديتابيز كاملة بقى يا سلام يا سلام يا سلام. فطبعا الكلام ده قلة ادب يعني اساسا ده اللي انا بس بوريك هقدمه وبعدين ايه هعدل فيه حاجة انت مطالب بالتعديل اللي انا هعدله انا بس بوريك ان اي حاجة تقدر تعمل اللي انت عايزه ماشي لسه مفتحش. طيب نبتدي بقى. انا عامل كلاس هنا يا جماعه اسمه جيسون بارسر سمي الاسم اللي انت عايزه اي ريكومند ان انت تاخده اس ات از الفايل ده الفايل ده فيه تو ميثودز اسمها جيت جيسون لو سمحت ما تلعبش فيها خالص مطلوب منها تاخد منك اليو ار ال اللي انت عايزه ترجع لك ايه يا عم الجيسون از ايه از سترينج السترينج اهو خلاص في احلى من كده طبعا ميثود لطيفه ميثود لطيفه يعني تاخد منك اليو ار ال بتتعامل مع اهم حاجه تكون عارف انك تتعامل مع كلاس هنا اسمه اتش تي تي بي يو ار ال كونكشن بس لو انت تسال اي انترفيو انت بتتعامل تجيب ازاي من اليو ار ال من نتورك في الاندرويد تقول انا بتعامل مع كلاس اسمه اتش تي تي بي يو ار ال كونكشن بياخد منك ايه يا عم بياخد منك اليو ار ال اللي انت عايزه بتحدد بعدين تحدد منه شويه حاجات كل السيتنجز بتاعتك هتكيش ولا لا التايم اوت ايه النظام بعدين تقول له كونكت خلاص. طيب بعدين في حاجه مثلا من ضمنها اسمها الجيت ريسبونس كود هو لازم يقول لك 200 او 201 او 202 معنى كده ان الريسبونس سليم ممكن يقول لك 400 يعني الصفحه مش موجوده او ممكن يقول لك مش عارف 302 يعني انت مش مسموح لك تدخل على الصفحه ده الكلام ده في الاتش تي بي عموما في الاتش تي بي دوت نت عموما خلاص. فلو ال 200 و 201 معنى كده ان هو عارف يجيب لك الريسبونس فبيرجع لك الداتا وبيحطها لك في السترينج غير كده هيعمل طبعا ايه اكسبشن. دي كانت وظيفه الايه يا جماعه الميثود دي خلاص دي بترجع لك ايه يا جماعه سترينج من الايه جيسون. طيب بص بقى في جار على النت مهم جدا ان انت تعمل له داونلود وتحطه بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الجار بتاع البايت شارت والبارت شارت تروح منزله وحطه فين في اللبس وبعدين ترجع هنا من البروجكت تروح مشاور عليه. طبعا الناس اللي فاكره كلات امبارح اصلا فانا المفروض تعمل ايه جيسون تقول له داونلود الجار عايش اقول لك 500,000 موقع اختار الموقع اللي انت عايزه ونزل منه الجار هينزل لك الملف. انا الملف ده انا عملت بيه ايه بقى لو انا قلت له يا ابلكيشن افتح لي انت فين حاجه مفتوحه جامد قوي فين شو ان اكسبلورر عشان يفتح لك بتاعه. لو فتحت الاب هتلاقي في حاجه اسمها اللبس انا حاطط فيها الايه يا جماعه ده مش محتاجه انت محتاج بس الجيسون جار خلاص ده مش كافي قلنا ان انت لازم تعمل رايت كليك وتقول له وريني السيتنجز بتاعت البروجكت بروجكت بيسموه الموديول في الديبندنسي تروح مشاور على الايه يعني ده انت مش عايز ده انت مش عايز add file dependency json خلاص وتحط الجيسون خلاص يبقى انت ده ايه ده اللي انت عايزه كويس انا خلاص هو كده ايه لقطه في البرنامج خلاص ما اعرفش ازاي كان مش
عشان ما ريفرش بعيد. تحس انه حط كذا حاجة مع بعض. ماشي، ايه بقى مشكلتك ايه هنا؟ cannot resolve symbol google cannot resolve symbol symbol. طيب تعالى في المنطقات شيل ده. وتعالى هنا جيسون. يا مش عارف ايه running are you sure you want to stop exit. وبعد ما يظبط ويفتح تعال احنا بعد في البيانات. فتح لك طبعا الداتابيزز دي. الداتابيزز كلها اللي موجوده فين؟ عند السيرفر. جرب تفتح اي واحده مش هتعرف. انا مش من حقي ان افتح الايه الداتابيز اللي انا مكريتها هناك. انا بتاعتي اسمها ايه؟ اندرويد هاب. انا مسميها باسمي حتى ايه. ادي قاعده البيانات بتاعتي. لو انا فتحتها هتلاقي الجداول. انا حاطط فيها مثلا جدول معين، جدول اسمه مثلا يوزر ديتيلز اهو يا جماعه. لو انت بصيت على الكولومز اللي فيه هلاقي ايه؟ تعالى بس انا عايز ايه خليه يفتح ده بالمره. هلاقي الاي دي والفيرست نيم واللاست ومش عارف ايه. ممكن اجي هنا اتفرج. اقول له سيلكت استريكس. تعالى بس نتفرج. لازم يجيب لي نفس الخمسه اللي لقطتهم في الجيسون في صفحه الكونكت لما قلت له سيلكت اسكس. هي دي هي دي، ما هتفرق في ايه يعني. ماشي، دي حاجه. احنا قلنا ما ينفعش انك تعمل الطريقه دي، صح؟ الطريقه الصح ايه؟ ان انت تعمل صفحه ثانيه لكل اكشن انت عايزه وتخليها بارامترايز. يعني انا عايز اعمل لوجن، ما اروحش اعمل كله بقى في الكونكت ده، لا هعمل صفحه لللوجن. حلو. واكتب السيلكت ستيتمنت فين؟ في الـ اس بي او في قاعده البيانات، بحيث هو محتاج منك ايه؟ تو بارامترز، واحد هو اليوزر نيم والثاني الباسورد. فاهمين الفكره؟ فباينه الاحلى والاحلى، وده اللي انا عايزه ولازم كله يلتزم بيه في الفاينل. ما حدش يكتب حتى سيلكت ستيتمنت اتليست للاندرويد اللي شغال اندرويد. ما حدش يكتب سيلكت ستيتمنت في صفحه الاي سي بي. راح دماغك خالص. تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها الاستودو بروسيدير. حد سمعت عنه الاستودو بروسيدير؟ لا ورينا ايه. كرييت بروسيدير سميه اي بي سي اي حاجه. بياخد تو بارامترز اي، وده ده اللي هو مثلا هيبقى اليوزر نيم مثلا كور ماكس. هو بياخد بارامتر تاني البي ماكس كار 50 بس. هو عايز بس يوزر نيم وبس. اس سيلكت هنا بقى يا جماعه. سيلكت استريكس فروم اليوزر ديتيلز وير ان اليوزر نيم يساوي الاي اللي جايه لي اند الباسورد بتساوي البي اللي جايه لي. جايه لي من مين؟ جايه لي من صفحه الاس بي. اللي جايه لها منين؟ جايه لها من الكويري سترينج. فانا عامل هنا واحده لو رحت سيدي بروسيدجرز بس ما احلى من دي شويه. دي مستخدمها في صفحه الايه بقى؟ في صفحه اللوجن. سميته بي ار. دايما سيدي بروسيدجر دايما بي ار اوله. بي ار بعدين اي حاجه. بي ار جيت يوزرز. اقول له موديفاي عشان اتفرجكم عليه.
النهارده المحاضره فيها معلومات كتير. طيب ظبط ولا ما ظبطش؟ تعالى نشوف. سي من هو ظبط سي مش كده شوف ايه ففتحت وسعت كده ايه الدنيا تلاقيها مهنجه ما تفهمش اللي بيحصل. ماشي ادي يا جماعه السود بروسيدر اهو. انسى بقى ده. هو ادي الت. هو طبعا الت عشان في طور التعديل انا عايز اعدل. كان كنت عامل كريت بروسيدر سميته بي ار جيت بياخد يوزر نيم وباسورد از سيلكت اللي انا عملتها. معنى كده ان انا اقدر انادي على السود بروسيدر ده. اجي هنا اقول له ايه شيل اكزيت نفذ ده اهو. ده محتاج مني ايه يا جماعه؟ يوزر نيم وباسورد. فاقول له مثلا ام ام ده موجودين في ايه في الجدول. ماشي ام ام انا يوزر نيم وباسورد اللي زمناه الباسورد في الاول معانا ده ليه؟ يوزر نيم وباسورد. لكن لو قلت له ام وجي هيقول لي ايه؟ ما ال ما فاهمين الفكره؟ ايوه. لما اروح هناك بقى في الاس بي اكتب له انهي امر؟ اكتب له الامر ده بدل ما تكتب له السلكتايه في الكوماند او في الداتا سيت او في الداتا ادابتر تكتب له بدل السلكتايه تقول له كذا كده بقى انت كده السيكوال انجكشن منعته من جذوره. يعمل اللي انت عايزه. نو واي ان يحصل سيكوال انجكشن. اكتبها فين؟ يعني تعمل صفحه زي اللوجن. انا ممكن اتفرج هنا يا جماعه لو انا فتحت الصومي تاني انا ممكن اتفرج طبعا عندي. كان هوريك صفحه اللوجن في الموقع نفسه. فرصه انك تشوف الكلام ده. ادي الكنترول بانل. ادي الموقع. عايز انزل تحت اقول له روح لايه الفايل مانجر. هوريك الصفحات. انا عايز صفحه الايه اللوجن كود بيهايند دي اللي انا عدلت فيها الايه بقى الكونكت. عدلت فيها ايه؟ قلت له لا بص بقى المره دي مش هيديك بارامتر واحد هيديك اثنين. واحد اسمه يوزر وثاني اسمه بي دبليو دي. هتعمل بيهم ايه بقى؟ اكزيت بي ار جيت يوزرز. خد السي 1 وخد السي 2. اه اكتب سوبر كوماند. فانت لكل واحد كل كوماند محتاج تعمل له ايه بقى؟ صفحه. طب انا استفدت ايه في المقابل؟ استفدت ان مفيش حد نو واي ان يعمل عليك انجكشن. فاهمين يا جماعه؟ هي نفس صفحه الكونكت خدها وعدلها بالكود اللي انت عايزه. ما تكتبش بقى ادام تعمل اندرويد خلاص انت ما تمنع الانجكشن خالص وخليها سود بروسيدير. اكتب الكويري عادي خالص الاول بعدين انت تدخله فين؟ في السود بروسيدير. وحتى الكود هنا بقى سهل. مالكش بقى علاقه اللي عايز اي واحد اي حد عايز يرجع يشوف ده ايه يرجع لقاعده البيانات ويعرف ايه التفاصيل. فاهمين احنا بنعمل ايه؟ ده شغل الناس ايه بقى؟ البروفيشنال هو ده كده. كان تاني ده شغل ناس في الطراوه. بس انا بوريك يعني بوريك في ناس تعمل كده انا استعمل كده بس لازم تعمل كده في الفاينل الا هتسقط. هتسقط ما فيهاش هزار هتسقط يعني لو ما سقطتش بايدي هتسقط بيد غيري يعني او هتنتحر يعني واحده من الثلاثه. خلاص؟ المهم ادي كده خلاص محتاجين نشوف حاجه هنا قبل ما اقفل. خلاص خلصنا شفنا ماشي. عظيم. نرجع بقى مرجعنا. يبقى احنا عندنا كام ميثود يا شباب؟ تو ميثود. دي مش هتتلمس. طب انت في جار زودته اللي هو بتاع الجي سون مش الجيسون. جي اللي هو جاي من جوجل. جوجل هي اللي عاملاه لك. ده كلاس غريب او جيس او جار غريب. ليه غريب؟ سهل عليا الدنيا جامد جدا. اولا انا عملت ايه؟ عملت بما ان انا عايز اعمل كويري لليوزر ديتيلز اوتوماتيك رحت رايح عامل كلاس يوزر ديتيلز عشان هعمل ديسيرياليزيشن على اري من الكلاس ده. فاهمين الفكره؟ اعملها بالطريقه اللي انت عايزها. عايز تحطها وتعمل انت ال كونستراكتور وسيتر وسيكتر ماشي. عايز تعملها اونلاين وكوبي بيست وتحطها في الكلاس ده برضه ماشي. ايا كان هي هي في الاخر بقى عندي كلاس اسمه يوزر ديتيلز ده اكنه بيعبر عن اوبجكت من الايه؟ اكنه بيعبر عن رو في الجدول. عايز اعمل بقى ايه؟ اري من ده. وعايز الجيسون اللي راجع للسترينج احوله للاري من ده. مين بقى اللي هيعمل الحركه دي؟ الجار اللي انا نزله. شوف بقى الكود الجميل. هتعمل اوبجكت من الجيسون مش من الجيسون من الجيسون خلاص وتقول له بص بقى لو سمحت خد الاسترينج
المبعوت لك اللي هو اللي جالي. يعني خلي بالك انا هنا بياخد مين اللي جاي هنا ده هو ده بعته هنا. فقلت له السترينج بتاع الجيسون اللي جالك لو سمحت حوله لي الاري من مين بقى؟ من اليوزر ديتيلز. سميته اي اسم وقلت له رجعه لي. بس يبقى انت التغيير مش هنا، التغيير بتاعك يبقى هنا. اولا محتاج تعمل الكلاس اللي انت عايزه سميته اكس واي زد. هتروح شايل الاسم ده وتسميه اكس واي زد، وشايل هنا وتسميه اكس واي زد. يبقى التغيير بتاعك في الكلاس ده هي في السطر ده. مش كده وبس، في السطر ده وهنا كمان. انا ده ريتيرن تايب، ده ريتيرن بتاع الميثود، فبرضه هيتغير هنا وهنا وهنا. بس بس يبقى انت كده كده انت بقى يعني بالنسبه للناس. الله انت كل موضوع عملته رفعت صفحه ظبطت قاعده البيانات بتاعتك بترجع لك جيسون ميثود ثابته. كل الموضوع ان انت هتعمل كلاس من نوع الجدول بالظبط وتفاصيله، بعدين هستخدم الجيسون ان هو يعمل ديسيرياليزيشن للاري من الاوبجكت او ده او من الكلاس ده. بس فن خليك انت ابتديت تبعت ان انت طالب ان انت تبقى مبرمج. ده انا بربط لك الدنيا كلها ببعض. المحاضره دي اهم محاضره انت خدتها في المعهد، خلي بالك. ماشي، انا كده ظبطت حالي اقدر ابتدي اشتغل. يا نهاري ابتدي اشتغل. اه انت ظبطت المكتبات بتاعتك، عندك قاعده البيانات، عندك الصفحه اللي هتستقبل، عندك ميثود هترجع لك السترينج، عندك ميثود تاخد السترينج وترجعه. حلو، ناقص بقى تقول الاوامر دي انها تشتغل. فهروح للمين اكتيفيتي. خلي بالك كان نفتكر مع بعض مين اكتيفيتي كان فيها ايه لسته، وعايز الليسته دي تعرض لي اليوزر ديتيلز. طب ايه من اليوزر ديتيلز؟ خلي بالك الليسته هتعرض ايتم واحد من الرو، فانت تختار ايتم واحد هو ده اللي هتعرضه. ماشي عظيم. انا عملت الاندر، عملت خلاص الايه الديالوج ده ومش عارف ايه، وادي ايه اوبجكت من ليست فيو، وكان عندي زرار عملت منه اوبجكت مش محتاجه دلوقتي خالص، الزرار بتاع السيف اللي تحت ده هاجي له بعدين. قبل ما اعمل المسج بتاعت الديالوج، قبل ما اعمل الثريد الثانيه، قلت له شو ديالوج وريحت دماغي خلاص. وعرفت ايه يا جماعه، خلي بالك انا هشتغل بالطريقه الايه على قديمه، الطريقه القديمه اللي هي انا هبعت الكويري كامل خلاص. فروحت بعت الايه الكونكت والكويري عامله كامل، محدش يعمل كده، محدش يعمل كده. لا ده ترسل خلاص. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي ادي يا جماعه الايه، ادي اليو ار ال خلاص. طيب محتاج ان انا ايه احط بعد الكويري السيلكت هي، لاما لو حطيتها عادي هتفشل. ممكن تروح تنفذها في الكروم مثلا اللي بهالك وتروح كاتبها بالمنظر ده صح، او ان انت تروح واخدها وتعمل لها ايه انكودنج من اونلاين، قلنا ده ولا ده تعملها ايه بايديك. فهنا اللي بيحصل ايه في التراي، هنا عامل ايه، بعت السلكتايه اديته السلكتايه وناديت على يو ار ال انكودر انكود، فياخد دي ويحولها لك بالايه بالمنظر ده ورجعها لك في سترينج اسمه بارام. فيبقى ناقص ان انا احط ده وازود عليه ده. فاهمين الفكره؟ ما هو ما ينفعش ان انا كنت احطها الزق السلكتايه هنا، لان لازم تعملها انكودنج الاول. فرحت واخدت السلكتايه اللي انا عايزها وعملت لها انكودنج، وبعدين رحت قلت له زود دي على دي خلاص، وقلت له الهلومه دي بقى وديها لي لمثل اسمها بروسيس. اكيد بروسيس دي اللي هتتنفذ فين؟ في الثريد لوحديها، عشان دي بقى اللي هتفتح النت وهتروح وهتيجي وهتعيش. ماشي عظيم عظيم. طبعا انا ما يهمنيش دلوقتي البطن بالكليك بتاعته، مش هماني خالص، يهمني ان انا انزل اشوف بروسيس دي بتعمل ايه. اه دي اكيد بتعمل ايه، ثريد، فتحت ثريد، وجوه الثريد قلت له اليو ار ال الكبير بقى الكامل اهو، وناديت على الجيت جيسون. ناديت على مين يا جماعه؟ الجيت جيسون، هبعت له اليو ار ال فيرجع لك ايه يا جماعه؟ الجيسون ريسبونس السترينج خلاص. ناقص ان انا اخد الريسبونس ده واعمل بيه ايه؟ وابعته للجي سون علشان يحوله لي اري من اليوزر ديتيلز. صح الكلام؟ صح الكلام.
خلي بالك ان دي معموله اوفلاين مش اونلاين. يعني ايه؟ يعني السطر ده هيتعمل فين يا جماعه؟ محتاج ان هو يتوصل بايه؟ بالانترنت، لان هيروح من اليو ار ال وهيجيب الايه، وهيجيب ايه، وهيجيب السترينج. فاهمين قصدي؟ فلازم الثريد الثانيه اللي تعمله الثريد لوحديها. خلاص وانس ان انا جبته، عايز بس ان انا احوله لايه، للاري من ال... ده فين هيتعمل؟ عندنا هيتعمل، عندنا مش لازم يتعمل في الثريد الثانيه، ممكن اعمله على الثريد الاساسيه. فاهمين يا جماعه؟ يعني السطر ده ملوش حل، لازم يتحط هنا، لازم يتحط جوه ثريد، ملوش حل. ليه؟ لانه هيتنفس، هيروح نتورك وبتاع، لازم تعمل على اي حاجه ورا. وانس ان انت خلاص جبت الداتا وعايز تنفذها، ممكن ترجع تشتغل عليها فين؟ في الثريد الرئيسيه. منها ان انا ايه، هعمل امر اسمه اكسكيوت كويري، ده اللي من جواه هنادي على الايه، هنادي على الامر الثاني بتاع الجيسون. الامر ده ممكن ان انا احطه على الثريد الرئيسيه، عايز كنت احطه فوق اقدر، يعني عايزه برضو يتنفذ في الباك جراوند اقدر، لكن ايه اللي كان لازم يتحط في الهاندلر غصب عني بقى؟ ده وده، انه يهايد الديالوج اللي يقدر يهايد مين؟ الثريد الرئيسيه، فلازم يتحط تحت جوه الهاندلر. وايه كمان؟ وانه يشوت داتا بقى في الليست فيو. الحاجتين دول هيتعاملوا مع اليوزر انترفيس، فما ينفعش يتعاملوا في الثريد الثانيه. فجوه الثريد الثانيه قلت له ايه؟ شاورت على الهاندلر، قلت له في حاجات لازم انت اللي تعملها، اللي هما ايه؟ الهايد والشو. اما حته التحويل من السترينج للليسته ممكن تتعمل هنا وممكن تتعمل هنا، ممكن في الثريد دي، ممكن في الثريد دي، لان دي حته السطر ده ما بيتنفس، ما ملوش علاقه بالايه؟ بيوزر انترفيس، وملوش علاقه بايه؟ بنتورك. فممكن تختار دي او تختار دي. انا اخترت ان انا اعملها فين؟ في الثريد الايه؟ الرئيسيه. فقلت له خلاص انا جبت كتر الف خيرك، مالكش علاقه بقى، رجع لي وانا هروح اعمل اكسكيوت كويري. اكسكيوت كويري ده هيعمل ايه؟ انزل بقى تحت، كل اللي عمل روح اعمل ايه؟ بنادي على مين؟ على الجيت يوزرز اللي هي الامر الثاني. خد السترينج وهيرجع لك الايه يا جماعه؟ لسته من اليوزر ديتيلز. معلش الدنيا ذاكره امور ثانيه، الثالثه الدنيا تلاقيها مشيت. خلاص؟ يبقى انا الاول خدت الامر الاولاني وبصيت واديت الامر الثاني، في الاخر رجعت بلسته. ماشي. بعد ما رجعت باللسته، يبقى دلوقتي انا عندي في اللحظه دي يا جماعه الخمسه روز اللي احنا شفناهم دول اتحولوا لايه؟ لخمسه اوبجكتس من نوع يوزر ديتيلز. عايز اخدهم واقول يا لسته ايه؟ اطبعي هوملي. مع بعض. اطبعي هوملي. شوف بقى انت هتطبعها ازاي؟ فعملت امر، عملت ميثود اسمها شو ديتا، بتاخد منك الايه؟ الليسته دي. انزل تحت. شو ديتا دي بتعمل ايه؟ قلت له بص الليسته ما بتعرضش الا ايه؟ سترينج واحد بس. سترينج واحد بس. فانا عملت ايه؟ قلت له بص اولا الليسته دي هات لي طولها عشان عايز اعرف عددهم، فهيجيب لك ان هم خمسه. خلاص؟ عملت اري نوع سترينج. طوله كام؟ طوله نفس طول الاري بتاع الاوبجكت اللي جاي. هلف على مين؟ هلف على الليسته دي. اخد من الليسته اللي انت عايزه بقى. عايز بقى اليوزر نيم؟ ماشي. عايز الباسورد؟ حط اللي انت عايزه. فانا اخترت ان انا اخد اليوزر نيم. صح؟ ماشي. جبتها منين؟ ما هو كل ايتم منهم عباره عن اوبجكت. بما انه اوبجكت اقدر ان انا ايه اكسس الكلاس. اقول له دوت فيجيب لك الحق. انت ممكن اللاست نيم، اليوزر، الفيرست، الاي دي، اللي انت عايزه. فانا اخترت مين؟ انا اخترت اليوزر نيم. وحول حطيتها فين؟ حطيته في الاري بتاع السترينج ده. لما خلصت دي بقى عندي اري من السترنجات فيه الايه؟ اليوزر نيمز، الاسماء. خلاص؟ ورحت عامل الادابتر، واكيد الادابتر هياخد الاري بتاع الايه؟ بتاع الاسماء. الكلام ده السطر ده شفناه قبل كده. انا حطيته لزقته وحطيت فيه الايه؟ اسم الاري بتاعي. وبعدين قلت يا لسته الادابتر بتاعك هو الادابتر ده. خلاص انسى بقى لغايه هنا، بعد السطر الاخير ده لسه اشرحه دلوقتي. في اللحظه دي ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك الليسته وجواها اليوزر نيمز. احنا من كل ده عشان اطلع يوزر نيمز ابو الابلكيشن ده ابو بس هو ده الدنيا بتتعمل بقى. الميزه ايه؟ هتطلع كل الروهات، بس كل رو
في مثلا في يوزر نيم اعكس بنت واضح الصوره. الميزه في ايه؟ طبعا هلوم هلوم هلوم. بس الميزه ايه بقى؟ كوبي بيست. عملتها مره في حياتك خلاص هو كله كده. الداتا بيس هتعمل مره واحده كده وخلاص. هتعمل مره واحده هتحط كل الستوديو بروسيدرز اللي انت عايزها لك تكون مصمم انت ايه الاوامر اللي هتحطها. خلاص هتعمل الصفحات الاس بي اكس اللي انت عايزها. نفس الميثود بتاعت البارسر دي هي هي بس هتقعد تزود لكل واحد امر. يعني خليك ان انت دول مش هيبقوا اثنين عندك هيبقوا كتير. ليه؟ لان انت مش هتتعامل مع جدول واحد هتتعامل مع كذا جدول. كل جدول هتحط له ايه؟ هتحط له السطور دي هتحط له الامر ده. فاهمين قصدي؟ عشان كل واحد يجيب لك الايه؟ يجيب لك لسته. خلاص؟ الكود اللي هنا في المين اكتيفيتي ثابت يعني شبه ثابت. عندك لسته وهتشو وهتكسكيوت الكويري وهتجيب وهتودي فانت حطها كوبي بيست. اهم حاجه تكون فاهم بتودي ايه وبتجيب ايه وبتقرا بس. طيب تعالى نعدل ونشوفها في اللوجن. في اللوجن انا قلت ايه بقى؟ اوريك ازاي تستخدم بقى الصح. هي هي في اللوجن هي. لو انا وريتك اللوجن تعرفين عندك يوزر نيم باسورد عندك ايه زرار اللوجن. ادي الهاندلر ادي اللي شوف انا عملت كوبي بيست. عملت كوبي بيست من الصفحه الثانيه من الاكتيفيتي الثانيه وادي الديالوج ورحت مشاور على ايه؟ على اليوزر نيم وباسورد. المفروض ان انا ادخلهم ادي الاوبجكتس بتاعتهم موجودين هنا اهو وادي ضغطه الزرار وادي الايه الكليك ليسنر بتاعته. لما اضغط اعمل ايه؟ هروح لاقط اللي مكتوب في اليوزر نيم والباسورد هاخدهم وبسطهم لامر سميته اوثرايز. اعمل اللي انت عايزه. طيب اوثرايز ده هيعمل ايه؟ يحفظ الباسورد. اوثرايز ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هيروح منادي على ايه الامر بتاع الايه البروسيس اللي احنا شفناه هناك. طيب جوه هيعمل ايه؟ هيروح منادي على ايه صفحه اسمها اللوجن تاخد اليوزر تاخد الايه البي دبليو. طب معنى كده ان السلكتيه فين؟ في الصفحه؟ لا حتى مش في الصفحه دي في الداتابيز. لكن ده هينادي الصفحه هتنادي على ستوديو بروسيدير اللي فيه السلكتيه. شفت الهلومة؟ هلومة خلاص. البروسيس ده بيعمل ايه؟ انزل تحت عيد بقى. بروسيس عباره عن ثريد. ده عباره عن ثريد صح؟ اهي. فهياخد منك الايه؟ هيقول في قبل ما في الثريدر اللي هي اللي ورا هيرجع لك الايه؟ الريسبونس عباره عن سترينج. طيب والهاندلر هيعمل ايه؟ هيرجع لك الليسته الثريد وبعدين هاي هايد الديالوج وبعدين المفروض ان هو يشو. ممكن اسميها شو ديتا بدل تشيك لو انت عايز توحد مع التاني. التشيك ده بيعمل ايه؟ انزل كده شوف التشيك ده بيعمل ايه. اهي التشيك ده بيعمل ايه؟ خلي بالك افتكرت افتكرت. خلي بالك يا جماعه ده بتاع ده لوجن مش لسته. انا اتلخبطت. ده مش لسته دي بتعرض ايه؟ ده اللوجن. يفترض خلي بالك لو انت بتعمل لوجن حد النتيجه حاجه من الاثنين. لما مدخل صح يوزر نيم باسورد لما مدخل غلط. لو مدخل صح هيرجع لك رو او اكتر. لو انت مدخل غلط هيرجع لك زيرو. فانا عملت هنا ايه؟ عملت كونديشن قلت له الليسته دي كم عنصر فيها؟ لا في عناصر لا ما فيهاش عناصر. لو في عناصر معنى كده الراجل ده كان مدخل ايه؟ كان مدخل صح لان رجعت لك عناصر. لو دخلت لك صح روح افتح الايه؟ المين اكتيفيتي اللي فيها ليست فيو فيشوف الداتا. طب لو غلط يطلع له توست يقول لا والله في غلط في اليوزر نيم باسورد. شكلي بس فاهمين الدنيا؟ ما تكتبش السلكتات ابدا لا في الاندرويد ولا في صفحه الاي سي بي اكس. خلاص؟ اتفقنا؟ بالنسبه للاندرويد ماليش دعوه بالناس بتاعت الاي سي بي اكس. استاذ حافظ معاكم يشوف هو حسب طريقته. انا بالنسبه لي اللي هيشتغل اندرويد يلتزم باللي انا بقوله. اي اسئله؟ باينه على فكره هو ديمو بس ديمو مفيد. اعمل بقى كل اللي احنا خدناه قبل كده طبق عليه ايه بقى؟ حوله ايه؟ حوله داتا بيز. خلي الشرطايع يجيب داتا بيز خلي مش عارف ايه يجيب داتا بيز. ساعتها تحس ان انت يعني الدنيا بتقرا معاك. تعالى بقى عايزه بالمره عايز حاجتين. عايز حاجتين. احيانا احنا جربنا ان انت تكون عندك لسه تضغط على حاجه منها تعلي لك التوست انت تضغط عليه. عملناها لك. أيوة. احيانا يكون عندك لسته وعايز تقدر تضغط على كذا حاجه فيها تعمل مالتي سيليكشن. مثلا سي ان انا
الهوبرز او الهوبرز بتاعي او اللغات اللي انا عارفها او بتسال فانا عايز اشوف انا بحب اللغه العربيه والانجليزيه ومش عارف ايه وسيف هتروح واخد اللي هو مختاره وتسيفه في قاعده البيانات. فعشان تعمل كده اصلا لازم يكون تقدر تحولها للمالتي سيلكت. فانا كنت عايز اوريك ازاي تعمل المالتي سيلكت دي. عشان كده سرور السيف كان لا بيسيف ولا بيعمل، هو بس بيوريك ان انت التوست هيعرض لك على الايتمز اللي انت مختارها. فكنت عايز اوريك ازاي تعملها دي. ايه التغيير اللي انا هعمله؟ هرجعك في الريسورس فايل في اللاي اوت، هرجعك لصفحه الاكتيفيتي مين. هحاول اخلص قبل البتاع عشان الساعه اللي في الاخر دي بقى انا حاولوا تريحوا. النهارده يا جماعه كل واحد يبعت لي ميل في الموبايل نمبر بتاعه. الناس فاهمه يا جماعه ديمو ده خطير جدا، مهم جدا جدا ومش صعب يعني وانس ان انت لميت الاوراق طيب لو انا بصيت هنا على التكست هلاقي الليست عليا جدا ما فيهاش اي حاجه، ليست عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك لازم الليسته دي تديها الاي دي ليست. الليسته دي ايش؟ تديها الاي دي اسمه ليست. اوه عشان يعرفوا لك الليست منها. غير كده يديك ايرور، تقعد بقى تشد في شعرك من هنا ليوم القيامه. الليسته دي هتعرف من فين؟ الاي دي ليسته. سميها ليست، سميها ليست. ايه بس بيعرض من فين؟ يعني ايه بيعرض من فين؟ حسب انت الكود بتاعك بيعرض من فين؟ انا اعرف روح في الكود شوف بيعرض من فين. انا بتكلمك في الاكس ام ال الاي دي لازم يبقى ليست. خلاص؟ دي اللي انا بقوله. خلاص؟ دي من الحاجات الغبيه جدا يعني. ماشي. ايه التغيير بقى اللي انا عملته عشان يقدر يعمل يخليها مالتي سيلكت؟ بص يا سيدي. لو رجعت هنا في الاون كرييت بتاع الصفحه، فاكرين الاون كرييت؟ الاون كرييت بتاع الصفحه هلاقي التغيير بسيط خالص جدا جدا جدا. ايه هو بقى؟ يعني لغايه دلوقتي ادي الليست فيو عملت منها اوبجكت مفيش اي حاجه، لو تلاحظ مفيش اي حاجه خالص. طيب الحته اللي بتبروسس وبتعمل شو داتا، انزل على الشو داتا كده. فين الشو داتا؟ ادي الشو داتا اهو، ادي الشو داتا، ادي يا جماعه الادابتر، ادي عملت الادابتر خلاص والليست خليها تقدر من الادابتر. بعد كده اديتها امر لطيف قوي، قلت لها بص يا ليستا انت المود بتاعك عباره عن ايه؟ مالتيبل. واخد بالك؟ انت المود بتاعك مش ليست عاديه، انت مالتيبل. دي واحده. هل ده كافي؟ مش كافي. في حاجه انا حطيتها وانت خدتش بالك، مش احنا عملنا هنا الادابتر خلاص؟ لو انت بصيت ده مش ده اللي احنا كنا بنكتبه كل مره، تاني كانت سيمبل ليست عاديه، دي سيمبل ليست ايتم ايه؟ مالتيبل تشويس. يبقى في تغييرين، اول تغيير في الكلمه بتاعت اللاي اوت، احنا قلنا في مجموعه تمبلتس عنده، في التمبلت هنا تختارها ايه؟ مالتيبل تشويس في الادابتر، ادي واحده. تاني تغيير ان انت بعد لما بتربط مع الادابتر تقول له خلي بالك المود بتاعك ايه؟ مالتيبل. يبقى ده التغييرين اللي انت مطلوبينهم. اي اسئله؟ طب ناقص حاجه علشان الصوره تكمل. طب انا يا سيدي خلاص هسلكت اخترت ده وده وده، عايز ايه بقى؟ القط الايه اللي انا عملت له سلكشن. عشان كده كنت عامل زرار قلت لك هنشرحه بعدين. كنت عامل هنا زرار، فين يا سيدي الزرار؟ اهو ادي البطن اهو. لما اضغط على الزرار ده عايز اجيب الايه؟ الايتمز اللي انا اخترتها. قلت له بص هتتجاب ازاي؟ عامل انا ميثود اسمها جيت سيلكتد ايتمز. انا الكلام ده مديهولك وهديك الديموز عندك. بص عندك الميثودز موجوده، استخدمه زي المكعبات، تاخد دي تحطها هنا، تاخد دي تحطها هنا، تطلع بحاجه. عايز اشوف تقدر تطلع ايه بالاكواد بتاعتي، يعني خد الاكواد وابني عليها حاجه. ماشي. ادي الميثود ايه يا جماعه؟ الميثود دي بتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتاخد الليسته وترجع لك العناصر اللي متعلمه.
تعمل الكلام ده ازاي؟ هيعمل اري ليست فاضيه سماها سيلكتد تشيلدرن، الاطفال او العناصر اللي تم اختيارها اول فاضيه، انا لسه ما اعرفش. هيلف على عنصر عنصر فيهم، ادي الليست اهي، قلت له هات لي عدد العناصر اللي جوايا، جيت تشايلد كاونت، فطلعوا مثلا خمسه، هما خمسه، فطلعوا خمسه، هيعمل ايه؟ كل عنصر خلي بالك ان المود بتاعه بقى ايه؟ بقى تشيك بوكس لانه مالتيبل، فكل عنصر بقى عباره عن ايه؟ اسمه تشيك تكست فيو، بدل تكست فيو بقى اسمه تشيك تكست فيو. خلاص؟ فقول لي كل عنصر انت واقف عليه، خلي بالك ان هنا البوزيشن لازم يكون اهو، ده البوزيشن انت عمال تلف عليهم. فقلت له البوزيشن 0 مثلا، ادي اول عنصر، حوله لايه؟ ليف تشيكت، سميته سي. شوف لي بقى هل السي ده متعلم عليه ولا لا؟ لو متعلم عليه ضيفه لي لمين؟ للاري ليست. وفي الاخر هترجع اكيد مين؟ الاري ليست دي. فانت هتروح العنصر متعلم عليه ضيفه في الاري ليست، وفي الاخر رحت مرجعه للاري ليست. خلاص؟ ففي ضغط الزرار ايه اللي حصل؟ لو انا طلعت فوق، خلي بالك انا هحاول اعمل ميثودز عشان يعني اقدر استخدمها بعد كده في اي حاجه. في ضغط الزرار بعمل ايه؟ بروح منادي على الميثود دي، ببعت لها الليست، هتجيب لي العناصر اللي تم اختيارها في الري ليست. الري ليست عباره عن ايه؟ عباره عن سترنجات، لان هم سترنجات، معلم انا مجموعه من السترنجات. خلاص، وبعدين عملت توست، قلت له عرض لي الايه بقى؟ الري ليست بقى. خلي بالك لو انت كتبت الاوبجكت ده لوحده يضرب، يضرب عشان يحوله لسترينج، حاجه عجيبه جدا، تقول له بلس بعدين كوتس فاضيه، فيحول لك الاري ليست لايه؟ لسترينج. خلي بالك من الحاجات دي، حاجات في الامتحان هتبقى ايه؟ بهدله بهدله. ايه ده؟ ده تاني توست. انا عايز اعرض الايه؟ اعرض اري ليست از سترينج. عملتها ازاي؟ اوتوماتيك، حطيت اسم الاري ليست زائد كوتس بس كده، فهياخد دي، فهم ان انت عايز تحولها لسترينج بس كده، يعني البلس كوتيشن دي انه يفهم حول الاري ليست لسترينج. انا كده ده ايه؟ خلص يا جماعه. ناقص حاجه اخيره بالمره، انا الكلام ده على فكره انا خلاص انا طلعت من الداتا بيز، انا بديك حاجات بقى اهو ثانيه، بس بالمره يعني حته ان انت تعرض لسته عباره عن سترينج واحد، مش هو ده اللي احنا، مش ده اللي بنشوفه قليل قوي ده، انت المفروض بيبقى فيها صوره، بيبقى فيه بتاع، بيبقى فيه كذا تكست يعني. فهعمل الكلام ده ازاي؟ عشان تعمل الكلام ده محتاج تغييرين، محتاج ملفين. الملف الاولاني عباره عن شكل الاكس ام ال بتاع الرو، محتاج ترسم له الايه؟ الرو، يبقى هو يعرف منين؟ فتقول له لا الرو ده مش عادي، الرو ده اللي هو اللي جاي من الملف الفلاني. ادي حاجه. الحاجه الثانيه تعرفوا الادابتر، لان هو الادابتر خلاص عارف ان هو يقرا الري من سترينج، هو مش هيقرا كده الري من سترينج، ده هو هيقرا الري من اللي انت حاطه ده. فمحتاج تعمل ايه؟ كاستم ادابتر كمان، محتاج حاجتين. فدلوقتي انا بس هوريك ازاي هحول ده لايه؟ لكاستمايزد ليست. فاول حاجه رحت عامل، جيت هنا رايت كليك، عملت له لاي اوت جديد، سميته كاستم رو. ما فيهوش اي حاجه. حطيت صوره وحطيت تكست. المفروض ان الكلام ده يطلع ايه؟ على كل ايه بقى؟ على كل سطر. انت حمل اللي انت عايزه. حط 10 تكستات، حط انت حط اللي انت عايز، حط على كذا سطر كلام اللي انت عايزه. انا اديتك مثال عبيط بسيط يعني. ماشي يا جماعه؟ في حاجة مش واضحة؟ لا لا. أنا عامل، قلت له خلاص ده إيه يا جماعة؟ ده الإكس إم إل بتاع الرو بتاعي. طيب. هعمل كاستم، سميه أي حاجة، أنا سميته كاستم ليست أدابتر، بس يبقى فيه أدابتر عشان عارف إن هو ده الكاستم أدابتر. أهم حاجة فيه، هو طبعًا كله مهم، مش أهم حاجة فيه، بس أهم نقطة البداية فيه إنه يكستند الأري أدابتر. يكستند الاري ادابتر. خلاص؟ طب الاري بقى وفي ايه؟ بيشوف سترينج بقى ساعتها. اما هو في الايه؟ هو في الاخر انت هترجع لسه من مين؟ فقلت له خلاص خلي بالك ان كل رو هيبقى كانه عباره عن ايه؟ يوزر ديتيلز. يا سلام. حلو قوي. ماشي، بعدين الجدع ده ليه كونستراكتور وليه ميثودز. ليه كونستراكتور وليه ميثود واحدة اللي احنا عايزينها يعني. الكونستراكتور هو نفس الاسم طبعا، بيديك الكونتكست، الكونتكست ده عبارة عن ايه؟ باك جراوند انفورميشن للسيستم، ماليش علاقة بيها خالص، هي بتتنقل لوحديها. طيب؟
وفي هنا ايه الليستة بتاعت اليوزرز. يعني انت لازم الادابت انت بعد لما الجيسون هيحول لك لمجموعه لسته هتروح بباصل مين مباصل ده تبعت له اليوزرز بتوعك. خلاص مش كده وبس، محتاج حاجه كمان اخيره ايه، هو لازم تقول له الرو اللي انت معرفه شكله، فلازم تقول له اللي اوت اللي اسمه ايه كاستم رو. كلام منطقي، ما هو هو هيشتغل عليه بقى، فدي له في ايده الايه الاكس ام ال بتاع الايه بتاع الرو، ادي واحده. وتدي له كمان الداتا، الداتا هي عباره عن ايه لسته من الاوبجكتس بتاعت اليوزر ديتيلز، سميتها هنا اليوزرز، هبقى باصيها له. فاهمين فاهمين قصدي ايه؟ طيب عظيم. بعدين يعني خلي بالك في امر هنا اسمه جيت فيو. انت طبعا الكلام ده يا جماعه كوبي بيست، ما بتغ... انت كله هتغيره بعد كده، انا بس بحاول افهمك يعني كله هتغيره بعد كده. ايه ده؟ ده اللي بيتغير. خلاص، ومش ده بس، حاجه كمان تانية. ايه الحاجه التانية؟ خلي بالك دلوقتي اللي بيحصل ايه، ان هو بيرجع الفيو، بيرجع المنظر بتاع الرو بقى بالديتا بتاعته بكل حاجه فيه. طيب فهو خلي بالك ايه اللي هيحصل دلوقتي، انت مديله يوزرز صح؟ طيب هو كل مره هيقف على يوزرز منهم، يعني كل مره الكلام ده هيتنادى في كل رو هيجي يرسمه، هيروح منفذ الكود بتاع الجيت فيو ده، عشان كده نعمله اوفر رايد. لما يجي يرسم كل مره الرو يعمل ايه؟ مش انا في الكونستراكتور بعت له اليوزرز؟ كل مره هيقف على واحد فيهم، عشان كده لما ببعت لك هنا الايت بوزيشن، فاول مره اول ايتم، ثاني ايتم، ثالث ايتم، ايا كان. فكل واحد عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت من اليوزر ديتيلز سميته انا ايتم. طيب ابتدي بقى اكسس الاكس ام ال بتاعك ده وابتدي املاه. يعني ايه اكسسه؟ مش انت كان عندك، لو انت رجعت الكاستم رو عندك في ايه؟ عندك ده وعندك ده، عندك صوره اقدر اغيرها، الصوره دي اسمها ايمج كاستر، وعندك تكست اقدر اغيره اسمه تي في كاستر. خلاص؟ طيب عايز اكسسهم بقى من الكود. كل لما يجي يرسم الرول يعمل ايه؟ قلت له بص التكست فيو ده هسميه تي في، والايمج هسميها اي ام جي، وشاورت عليهم. ماشي. التكست فيو ده عايز اسيت التكست بتاعه، هسيته منين؟ طب ما انا عندي الايتم اهو، عندي اليوزر ديتيل اوبجكت اللي انا واقف عليه. هقول له جيت الايه؟ انا قلت له جيت فيرست نيم وزود لي عليه جيت اللاست نيم. خلي بالك انا كنت ممكن احط اثنين عنصرين، واحد الفيرست واحد اللاست واحد الباسورد واحد، عيش حياتك بقى خلاص الدنيا بقت مفتوحه. خلاص؟ لغايه هنا كده خلصت، انسى دلوقتي الحته دي خلاص. وبعدين قلت له رجع لي الايه؟ رجع لي الفيو. فكل مره كل ما هيلف هيختار العنصر اللي عليه الدور، يجيب منه البيانات ويروح راسمها. بس خلي بالك ان الصوره ايه؟ تبقى ثابته، لان انا ما غيرتش الصوره لغايه دلوقتي. فكل مره هيرسم نفس الصوره اللي انا راسمها في الاكس ام ال، هو كل ما غيره لايه؟ لو انت عايز تغير بقى الصوره. بص بقى انا عملت ايه؟ خد دي، اخترت اي صوره اي حاجه من هنا، اعمل بيست. اخترت صوره من النت خلاص. فكل مره ايه هقول له اعرض لي الصوره دي في الليست، اعرضها لي اعرضها لي، فبحيث ان هو طول ما يمر يروح واخد شايل الصوره وحط الايه الصوره الجديده شايل، ففي الاخر نفس الصوره ايه هتتكرر. طبعا الكلام ده ملوش اي معنى، بس انا عايز اوريك ايه، ان انت في الاي سي دوت نت ممكن تعمل سب فولدر اسمه ايمج. صح. وبعدين في الاخر خالص في الاسم بدل ستودنت 2 مثلا سي ستودنت 1 2 3 4 5 وال1 2 3 4 5 تيجي من الاي دي بتاع الرو. طبعا ولا حد فاهم حاجه، الحمد لله احنا كده عندك مجموعه يوزرز، يوزر اي دي 1 2 3، كل ما انت بتنسرت بتنسرت له صوره فين؟ في الـ لا انت بتنسرت له الصوره في الفولدر. حلو، وتشاور عليها، ومش لازم حد يشاور عليها داتا بيز. ليه؟ لان انت وانت بتسمي الصوره في السب فولدر ده بتسميها بالرقم بتاع البرايمري كي. انا بعمل انا كده، فانا عندي يوزر خمسه، فاروح في السب فولدر الاقي خمسه دوت جي بي جي مثلا، خمسه دوت بي ان جي، حسب انا الاكستنشن بتاع الصور ايه. فاهمين انا عايز فاهمين انا بقول ايه؟ برايمري كي. فخلاص انا بربطها بالبرايمري كي، فخلاص هو الصوره انا عارف هيبقى اسمها بالبرايمري كي دوت الاسم، عمرها ما تتكرر في نظام ان هم ايه ما تكرروش.
خليك كده ناصح يعني. انا اديتك مثال، انت يفترض ان انت تعمل ايه بالمثال ده؟ كل مره من الايتم، من الايتم اللي موجود مبعوث هنا ايتم ده هيبقى فيه تيجت الكي، فيجيب لك 1 او 2 او 3 او 4 او 5، بعدين تقول له دوت بي ان جي. يعني المفروض ان هنا مثلا هنا في 2 يا جماعه ستودنت، 2 بي ان جي، لا المفروض الاثنين دي تشيلها وتقفل وتفتح وتعمل كده وتقول له والله الايتم دوت جيت الاي دي. حد فاهم حاجه؟ ايوه تك 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 عمال يتغير عشان تطلع اكثر، عشان تطلع الصوره اللي ليها علاقه بالاي دي ده. يعني كل اي دي له صوره معينه تكون، صح؟ نعم كل اي دي يعني حيكون له صوره. يبقى لي صوره، لو عندي صور شخصيه مثلا زي الهويه الاي دي خلاص معروف انه ما يتكرر، خلاص ياخذ على كل صوره ويجمع. خلاص يا جماعه فاهمين؟ فاهمين احنا بنعمل ايه؟ الدنيا سهله. خلاص انا اديك مثال بس مثبته، انت بقى ايه تعمل سب فولدر تحط فيه الصور وربطه بالبرايمري كي، فالدنيا تظبط معاك. الكلام ده الافكار دي هي في الاس بي دوت نت، يعني هي البرمجه يا جماعه واحده. خلاص بعدين لو سمحت الكلاس ده تحطه از اتز، مش محتاج منك اي نوع من انواع العبقريه باي شكل من الاشكال ولا الصور. ده بيعمل ايه يا جماعه؟ مش انا قلت لكم قبل كده احنا بنستخدم الثريدز في التعامل مع باك جراوند، قلت لكم بعد شويه هناخد طريقه ثانيه، صح؟ فاكرين ايه دي الطريقه الثانيه يا سيدي؟ الطريقه الثانيه عباره عن ايه؟ ولا اي حاجه، اي حاجه، اي داتا عايز اتعامل في الباك جراوند بتعمل كلاس انر كلاس جوه الكلاس الرئيسي وتخليه بي اكستند حاجه اسمها اسينك تاسك. اسينك تاسك بتدي له نوع البيانات اللي هتديها له وبتقول له نوع البيانات اللي هترجع لك، وفي النص تحط اللي انت عايزه سترينج نال اللي انت عايزه. يبقى اول اللي يهمني اول واحد وثالث واحد. اول واحد اللي انت هتبعته له، انت هتبعت له ايه؟ اليو ار ال. انا عايز اجيب صوره من اليو ار ال، صح؟ فهو هياخد مني ايه؟ اليو ار ال، فعشان كده ياخد مني سترينج. لو هياخد مني لسته من السترينجات اقول له سترينج ليست مثلا، هو هفتح قوس وافتح فيلم، لكن هو ياخد مني يو ار ال، وهيرجع لي ايه؟ صوره. الصوره يعني في الاندرويد بيت ماب ده اوبجكت، لسه هخلي الايمج فيو يقرا من البيت ماب دي يا جماعه. فاهمين الفكره؟ خلاص ده اللي هياخده وده اللي هيرجعه. انا بس بفهمك عشان انت كده بس تكون فاهم بس اللي بيحصل. هنا بقى في ثلاثة ميثودز. يعمل ايه في الباك جراوند؟ ودي لازم تتعمل. لازم تعملها امبلمنتيشن. وفي حاجتين تانيين اوبشنال. حاجه اسمها البري وحاجه اسمها البوست. قبل ما يبتدي في الباك جراوند يشتغل عايز يعمل حاجه تحطها في البرين، بعد ما يخلص عايزه يعمل حاجه تحطها في البوست. انا جيت في البوست بعد ما خلص، بعد ما جاب لي وقلت له ايه؟ سيت الايمج بيت ماب. يعني ايه؟ قلت له ادي الاوبجكت بتاع الصوره اللي بيشاور على الايمج فيو اهو. قلت له خلي لي الصوره بتاعتها السورس بتاعها يقرا من البيت ماب اللي انت جبته لي هنا. فانا استفدت من البوست في انه يعمل ايه؟ يربط مين؟ يربط الصوره بالايه؟ بالبيت ماب اللي رجع. هنا خلي بالك مفيش هاندلر، هو اوتوماتيك بيهندل الموضوع ده. فدي مثل موضوع الهاندلر بقى ولا بتاع ولا الهوا. فهتعمل كلاس انر كلاس هياخد ايه؟ يرجع ايه؟ في الدو باك جراوند الشغل كله تم، كل الموضوع ان هو خد اليو ار ال ورجع لك بيت ماب. بامر اسمه بيت ماب فاكتوري ديكود السترينج. بياخد منك اليو ار ال، امر كده عجيب وظيفته انه يرجع لك ايه؟ اوبجكت من البيت ماب. طب انا رجع للاوبجكت ده محتاج ان انا اسيبته للايه؟ كسورس للايمج. فقلت له في البوست اكسكيوت قلت له ايه؟ الايمج خلي لي الايمج بيت ماب هي البيت ماب اللي رجعت لي انا. دي مش لازم لكن دي لازم، لكن انا دي حطيتها علشان انا محتاجها، فانا عشان كده انا رحت مزودها. طيب بعدين نادي بقى على اللود ايمج، نادي على الكلاس ده كله. فين؟ ادي منادات الكلاس يا جماعه، هو محتاج مني ايه؟ محتاج مني سترينج. فرحت قلت له ايه؟ اكسكيوت اللود ايمج دي، خلي بالك ده كلاس اكسكيوت. فقلت له نيو لود ايمج عشان يعمل منه ايه؟ اوبجكت. وقلت له اكسكيوت نفذه بقى في ثريد لوحده، وانت محتاج يا عم مني سترينج اهو يا عم السترينج. الله الله خلاص. في الاخر رحت مرجع ايه يا جماعه؟ الفيو.
في الاخر يعني انت هتسهت التي في في التي في اهو عملت سيت وكمان بالمره رحت مغير الايه رحت مغير الايمج. خدنا ايه النهارده؟ خدنا حاجات كتير قوي النهارده، خدنا حاجات كتير قوي النهارده بس هي كلها في نفس الايه البوطار يعني. اي اسئله؟ عايز اوقف الركو على ال ومين التصحيح؟ ادي يا جماعه اليوزر نيم وباسورد. لو قلت له ام واي المفروض يقول لي لا بليز ويت. فاكرين ادي البليز ويت اهي، قال لك ده ما فيش حاجه بسيطه ام ام رونج يوزر نيم اور باسورد. قلت له لا ام ام، خلي بالك هو بيت ايه بتشيك على اللينس بتاع الليست اللي جايه، لو الليست رجعت اكتر من زيرو معنى كده الراجل ده ايه صحيح موجود. خلي بالك ان اللوجن دي شغاله صح بعكس الشاشه، يعني الشاشه دي صحيحه ليه؟ لان شغاله بالستورد بروسيدجر، دي شغاله بالستورد بروسيدجر. ايوه لك خلي بالك الشاشه دي غلط ليه؟ لان شغاله منين؟ شغاله بسلكتايه مبعوثه في البتاع دي، واللي لو عملتها غالبا هتتعدم، لو عملتها في اي مكان هيعدموك على ما فيهاش هزار يعني. انا مرسوله بالاتش لان انت بعت سلكتايه في الكويري سترينج خلاص. ادي عمر اتش اتش، طبعا ولا بيسيف ولا حاجه، هو كل الموضوع بيعمل ايه اللي انا عملت اخترته بايريد، انت خد بقى وايه سيفه بقى في اللي انت عايزه. طيب نفس الفكره السيف يا جماعه نفس الامر اللي احنا عملناه بالظبط، هتاخد اللي انت عايزه تبعته للاستوديو بروسيدجر اللي بتسيف، هي ما فيهاش اي اختلاف، هو هو نفس الشغل نفس الشغل. طيب ما بتحصل من عندك من هنا؟ يعني ما بتتسيف من عندك؟ يعني ايه تسيف من عندك؟ الحين ما جالس تتسيف لانه انا ما بسيفش، انا ما سيفتش، انا بس بعرض بس انا مش مسيف. شو الميثود اه لا اه هي بس الموضوع ان هي بس بتشوف خلاص شو بيقول ولا طب ده بقى بعمل سمنت. طب ما تعمل خلاص، انت دلوقتي خلاص انت خدت الطريقه، اعمل بها بقى اللي انت عايزه، ماليش علاقه. انا عاوز عرفتك توصل ازاي قاعده البيانات وتدي امر بدل السلكت خليه انسرت خليه ابديت خليه ده ايه خليه الجن الازرق. فاهم الفكره؟ اي اسئله؟ هذا مصور صح؟ مش عارف، تعال نشوف. لا ان شاء الله صور. بسم الله قالك